بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجينيتيك. ان شاء الله النهارده هناخد المحاضره الثانيه في الانترودكشن، وهنتكلم فيها عن الجنرال كاركترز اوف بيزك تيشوز. هنتكلم عن الجنرال كاركترز اوف ايبيثيليوم، كونكتيف تيشو، نيرفس تيشو، اند ماسكولار تيشو. الاول يعني ايه مفهومنا للخليه او السيل؟ الخليه دايما نرسمها راوندد بالشكل ده، بس هي الحقيقه بتبقى كورة. لما نرسمها راوند تبقى كورة، لما نرسمها بالشكل ده يبقى هي كانت متوازن مستطيلات. لو كانت مكعب هنرسمها كده، لو كانت بالمنظر ده فلات بالشكل ده بنرسمها كده. فيبقى شكل الخلية اللي مرسوم ليه علاقة شوية بشكل الخلية اللي هو في الحقيقة، لكن الثري دي ما يغيبش ابدا عننا. لما يكون في عندي خلية بالشكل ده يبقى دي بتنتمي لانهي فيهم؟ هي بتنتمي لدي، لكن طلع منها بروسيسز بالشكل ده، فروع او نتوءات بالشكل ده. دي النيرف سيل طبعا مش خافيه علينا. لو نبص على السيلز دي هنلاقيها زي دي لكن طويله خالص وعامله سيلندر، فبنسميها سيلندريكال ان شيب. لكن دي طبعا ما هياش سيلندريكال ان شيب، دي طبعا الماسل سيل. اذا انا عندي انواع مختلفه من السيلز، زي ما جارتنر كاتب كده حوالي 200 نوع من الديفرنت تايبز اوف سيلز. ال 200 نوع دول ارانجد في 4 تايبز من البيزك تيشوز. يبقى انا عندي كام نوع من الخلايا؟ عندي 200 نوع من الخلايا، لكن لما اجي احطهم في تيشوز الاقيهم متوافقين بس مع 4 تايبز اوف تيشوز. اتفقنا قبل كده ان السيلز بتعمل تيشوز، والتيشوز بتعمل اورجان، والاورجان بتصنع السيستم، والسيستم هي البادي بتاعنا. طيب التيشوز قلنا برضو في المحاضره اللي قبل دي عندنا 4 انواع من التيشوز: ايبيثيليوم، كونكتيف تيشو، نيرفس تيشو، اند ماسكولار تيشو. النهارده عايزين نتكلم عن الفور تيشوز دول بالتفصيل. لو احنا شفنا الكورسبوندنج بيكتشر هنلاقي الابيثيليوم كما لو كنت لابس كوت عليك، يبقى هو اللي بيغطيك ده بنسميه الابيثيليوم. السكين ده نوع من انواع الابيثيليوم. الكونكتيف تيشو هو اللي بيعرف التيشوز على بعضها، هو اللي بيوصلها ببعضها، اسمه كونكتيف تيشو. النيرفس تيشو ما يغيبش عننا، والماسكولار تيشو برضه احنا كلنا عارفين. يبقى لو ببص على السبلين، يا ترى هو ايبيثيليال تيشو ولا كونكتيف تيشو ولا نيرفس تيشو ولا ماسكولار تيشو؟ الحقيقه هو الاربعه مع بعض. الليفر نفس الكلام، البنكرياس نفس الحكايه، اللنج فيها الفور تايبز اوف تيشوز، فيها الايبيثيليوم وفيها الكونكتيف وفيها النيرفس وفيها الماسكولار تيشو. صباعك ايا كان، صباعك الصغير ولا الكبير ولا في النص ولا في رجلك ولا في ايدك، اي جزء في جسمك لازم يكون بيتكون من الفور بيزك تيشوز، عشان كده بنسميها بيزك. الكاردياك ماس، الهارت بيتكون من الفور بيزك تيشوز. يبقى اي حاجه هبص عليها الاقيها بتتكون من الفور بيزك تيشوز، لكن كل تيشو بيبقى فيه كاركترز بتخليه يتميز عن التيشوز الثانيه، والا كانوا اخذوا نفس الاسم. يعني الابيثيليوم، فين الابيثيليوم؟ اما هو ده السكن ده ابيثيليوم. بقي لو فتحته من جوه بصيت عليه هو متبطن بابيثيليوم. مناخيري من جوه، الانف من جوه متبطنه بابيثيليوم. امشي معاها لحد نهايه الريسبيراتوري سيستم، كل ده متبطن بابيثيليوم. يعني هو الابيثيليوم هو ايه؟ هو الطبقه الطلائيه، هو اللي بيغطيني من بره ويبطنني من جوه، ده اللي بنسميه الابيثيليوم. الامال ده ايه؟ ده واحد الابيثيليوم بتاعه حصل فيه ديفكت، فايه اللي بان عندي؟ التيشو اللي تحت الابيثيليوم. يبقى الابيثيليوم حصل عنده ديسكونتينيوتي، ما عادش مظبوط زي الاول، علشان كده هذا الابيثيليوم محتاج علاج. يبقى اذا الديزيز عندي هنا فين؟ في الانتجريتي اوف ذا ابيثيليال سيلز، تبان التيشو اللي تحتيه. لكن انا لو بصيت جوه ودخلت بالمنظار جوه هلاقي الابيثيليوم بتاعي مبطن كل الاسوفجس اهو زي ما احنا شايفين. هنمشي لحد الاستومك، لحد السمول انتستين، اي مكان ادخل فيه الاقيه بيلمع وبيبرق. ليه؟ لوجود الابيثيليوم. الابيثيليوم هو يساوي صحتي. الابيثيليوم بتاعي ده، فاكرين احنا في المحاضره اللي قبل كده لما قلنا ان احنا عندنا 3 لايرز اساسيه من السيلز: اكتوديرم، ميزوديرم، اند
اندوديرم. يا ترى الابيثيليوم بتاع بيطلع من انهي لير فيهم؟ الحقيقه الابيثيليوم بيطلع من الثلاثه ليرز، ودي خاصيه مهمه جدا في الابيثيليوم ربما ما تكونش موجوده في الاذر تايبس اوف تيشوز. يبقى درايفد من الثري امبريونيك جيرم لير. طيب الابيثيليوم ده عباره عن ايه؟ احنا مالنا ومال الكونكتيف تيشو دلوقتي؟ لا، ما هو الكونكتيف تيشو ده هو اللي لازم يكون موجود تحت الابيثيليوم، ويفصل ما بينه وبين الابيثيليوم لاير رقيقه خالص من البلاستيك، بسميها ايه؟ بسميها بيزمنت امبرين. على هذه البيزمنت امبرين بتترص خلايا الابيثيليوم. يبقى لو كنت بتكلم على سكين نفس الفكره، لو كنت بتكلم على الميوكوس ممبرين نفس الفكره، لو كنت بتكلم عن اللنج على البلاد فيزل، اي مكان الاقي فيه ابيثيليوم لازم الاقي الكاركترز اللي بتكلم عليها دي. رقم واحد ان البيزمنت ممبرين بتفصل ما بين الابيثيليوم والاندرلاينج تيشوز، وطالما في بيزمنت ممبرين فهلاقي الخلايا بتاعتي مرصوصه، وطالما هي مرصوصه يبقى المسافه بين الخلايا تقريبا بتبقى قليله او تكاد تكون منعدمه. السيلز بتاعتي هتاخد تغذيه منين اذا كنت انا حاطط تحتها طبقه عازله؟ فهتاخد النيوتريشن منين؟ هتاخد النيوتريشن بالديفيوجن. الديفيوجن من الكونكتيف تيشو اللي مليان بلاد كابيلر هنعرف بعد شويه، هيطلع نيوترينز تمشي من داخل البيزمنت ممبرين عشان توصل للسيلز دي وتغذيها. يبقى السيلز بتاعتي ريسيف النيوتريشن منين؟ من الاندرلاين كونكتيف تيشو. كويس، يبقى اذا الابيثيليوم بتاعي لا فيه بلاد فيزلز ولا لمفاتكس، يعني انا لا بغذيه ولا باخد منه، لكن لان هو مصدر او هو رقم واحد في علاقتي بالبيئه الخارجيه، فبنقول هو ريتش ان نيرف اندنجز عشان احس بكل حاجه في البيئه الخارجيه، وبالتالي بحمي نفسي من المتغيرات اللي في البيئه الخارجيه دي. الاقي السكن بتاعي مليان نيرف اندنجز حساس جدا، الاقي الكورنيا اللي هي بتاعت العين دي ابيثيليوم برضو هايلي ريتش النيرف اندنجز، الاقي بقي مليان نيرف اندنجز، الاقي مناخيري مليانه، الانف مليان نيرف اندنجز، وهكذا. الاقي النيرف اندنجز مكان ما الاقي الابيثيليوم الاقي النيرف اندنجز. كمان عنده هاي باور اوف ريجنريشن. يعني ايه هاي باور اوف ريجنريشن؟ فاكرين صاحبنا اللي كان عنده السر في ايده او صاحبنا اللي كان عنده السر في رجله؟ ده بيخف بسرعه. ليه؟ لان السيلز بسرعه بيحصل لها ريجنريشن بالشكل، بترجع تاني تستعيد نفسها طالما البيزمنت ممبرين موجود. بس الالسر اللي شفتها الحقيقه كانت البيزمنت ممبرين بتاعتنا غايبه، ودي بتمثل مشكله. رقم واحد ان هو ريست على البيزمنت ممبرين، رقم اثنين ريسيف نيوتريشن من تحت من الاندرلاين كونكتيف تيشو، مفيش بلاد فيزلز ولا لمفاتيك ريتش ان نيرف اندنجز، ودي الخاصيه الخامسه تشوز بولاريتي، سيل بولاريتي. هذه الخاصية مش موجودة في أي تيشو من التيشوز التانية، اللي هي إيه؟ اللي هي سيل بولاريتي. يعني إيه سيل بولاريتي؟ السيلز بتاعتنا لها مرصوصة على بيزمنت ممبرين، لما مرصوصة على بيزمنت ممبرين أقدر أحدد لها اتجاهات، أقول إن دي الأيبكس بتاع الخلية، ودي اللاترال سيرفيس بتاع الخلية، وده كمان لاترال سيرفيس، وتحت خالص موجود البيس. يبقى اذا وجود الخليه على بيزمنت ممبرين اداني الحق ان انا اوصف الخليه بهذا الشكل. طب في غياب البيزمنت ممبرين هقول ايه؟ طب تعالى كده نشوف سيلز ما فيش فيها بيزمنت ممبرين، اقدر اقول على دي ايبيكال سيرفيس ولا بيزل سيرفيس ولا لاترال سيرفيس؟ ما اقدرش. ليه؟ لغياب البيزمنت ممبرين. يبقى البيزمنت ممبرين هي اللي بتعمل لي السيل بولاريتي. علشان كده الاقي في موديفيكيشنز بتحصل في الابيثيليال سيلز، ممكن تحصل في اذر تايبس اوف تيشوز، بس ما اقدرش اديها البولاريتي دي. يعني ايه؟ يعني ممكن الاقي في مكان تاني مايكروفلاي او سيليا، بس ما اقولش ايبيكال ولا بيزل. يبقى اذا هنا كلمه ايبيكال موديفيكيشن ولاترال موديفيكيشن وبيزل موديفيكيشن دي خاصه بمين؟ خاصه بالابيثيليوم. طب ايه الايبيكال موديفيكيشنز اللي ممكن تحصل؟ ممكن الابيثيليوم بتاعي يطلع له مايكروفيلاي بالشكل ده علشان تزود السيرفيس اريا. اذا انا محتاج السيرفيس اريا كبيره امتى؟ لو كان الابيثيليوم ده هيشتغل في الابسوربشن، واحيانا يطلع له شعر بالشكل ده ونسميه سيليا، يبقى احيانا يطلع له مايكروفيلاي واحيانا يطلع له سيليا. المايكروفيلاي نحب نشبهها بالصوابع بالظبط، بتطلع زي الصوابع ما طالعه من ايدي عشان تزود السيرفيس اريا، لكن دي نشبهها بالهير، بستخدمه زي فرشه بتنظف. اوكي، يبقى اذا
عندي تو موديفيكيشنز ممكن يحصلوا في الابيكال سيرفيس. طبعا في موديفيكيشنز تانية بس احنا بسرعه علشان المحاضره بتاعتنا سريعه جدا. طب هل في اللاترال سيرفيس دي ممكن يحصل موديفيكيشن؟ طبعا ممكن يحصل او لازم يحصل سيل جانكشن. طالما في ابيثيليوم لازم يحصل سيل جانكشن. شايف السيل ممبرين في اماكن معينه حصل فيه نتوء لبره ازاي؟ ليه؟ علشان يوصل الخليه دي بالخليه دي يقوم يعمل من السيلز اللي مرصوصه على البيزمنت ممبرين دي يخليها وان شيت. علشان كده تعبير شيت في الابيثيليوم مهم جدا. يبقى مين اللي بيعمل للخليه وان شيت؟ وجود السيل جانكشن. يبقى اذا السيل جانكشن هنا حصل موديفيكيشن في السيل ممبرين، صح؟ هو له علاقه جامده جدا وقويه جدا بالسيتوبلازم، لكن الظاهر قدامي ان هو موديفيكيشن في السيل ممبرين خلى الانترسيلولار سبيس ما بين التو سيلز عند الحته دي زيرو، فبنسميه اوكلودنج جانكشن. لكن لاحظ معايا ان الاوكلودنج جانكشن دي اخذت الخليتين داير ما يدور، فبقت عامله زي الحزام، فسميناها زونيولا اوكلودنس. لكن احيانا ما تبقاش زونيولا، تبقى مجرد ان هي باتش صغيره كده على السيل ميمبرين، برضو تخلي الانترسيلولار سبيس عند المكان ده زيرو، فنسميه فاشيا اوكلودنس. يبقى لو نبص مره تانية على تو سيلز وتو سيلز، الاثنين دول حصل بينهم سيل جانكشن زي اللي قبلهم، ودي برضو زي اللي قبلهم، لكن الانترسيلولار سبيس هنا ما هواش زيرو، لا ده 2 نانومتر، علشان كده بنسمي الزونيولا ادهيرنس ونسمي دي فاشيا ادهيرنس. يبقى انا اتكلمت عن كام نوع من السيل جانكشن؟ 4: زونيولا اوكلودنس، فاشيا اوكلودنس، زونيولا ادهيرنس، وفاشيا ادهيرنس. عرفنا ايه الفرق بين الزونيولا والفاشيا؟ لا دي واضحه جدا اهي، دي الزونيولا لما يكون داير ما يدور، دي الفاشيا لما يكون حته صغيره. طب عرفنا ايه الفرق بين الاوكلودنس والادهيرنس؟ الاوكلودنس بتخلي المسافه زيرو، لكن الادهيرنس بتخلي المسافه حوالي 20 نانومتر. دي برضو ادهيرنس، لكن شكل الجانكشن هنا دايره، فبنسميه ماكيولا ادهيرنس. والماكيولا ادهيرنس اللي لها اسم تاني جميل جدا هناخده في الموديول اللي جاي، بنسميها ديسموسوم. يبقى اذا الديسموسوم ده هو النوع الخامس من السيل جانكشن. النوع الاخير من السيل جانكشن، وده موجود في الاذر تايبس اوف تيشوز، موجود في النيرفاس تيشو وموجود في الماسكولار تيشو. ايه هو بقى ده؟ ده شوف بص معايا كده، دي خليه ودي خليه. الخليه دي فيها مولوكيولز، شايف نفس المولوكيولز نسخه منها موجوده على الخليه الثانيه، والمولوكيولز دي عامله بتترتب بالشكل ده علشان تخلق اوبننج حقيقيه في الخليه. فاذا في هنا اوبننج بتوصل الخليه دي بالخليه دي. دي الانترسيلولار سبيس. بص كده، لو في مولوكيول عندي عايز يعدي من الخليه لخليه، سهل جدا يعدي من التو اوبننجز اللي قصاد بعض. علشان كده بنقول الجانكشن ده اسمه جاب جانكشن، يعني في اوبننج حقيقيه. يبقى انا عندي كام نوع من انواع الجانكشن؟ اوكلودنج جانكشن، ادهيرنج جانكشن، وكوميونيكيتنج جانكشن. كوميونيكيتنج يعني بيوصل، ادهيرنج يعني بيلزق، اوكلودنج يعني بيقفل. ممكن يكون زونيولا يعني شكل حزام، ممكن يكون فاشيا يعني حته صغيره، ممكن يكون بوتشه فنسميها ماكيولا. دي انواع السيل جانكشن، ودول الكلمتين بس اللي مطلوبين مننا في السيل جانكشن في الموديول ده. انواع الابيثيليوم مطلوبه باختصار شديد. عندي الابيثيليوم ميمبرين اللي هو السيرفس ابيثيليوم اللي لسه حاكي لكم عنه من شويه، واحيانا الابيثيليوم بتاعي يشتغل جلاند. يبقى لما اشوف جلاند زي دي بتعمل سكريشن، نوع السيلز اللي بتعمل سكريشن ايه؟ ماسكولار ولا نيرفس ولا ابيثيليال ولا كونكتيف تيشو؟ لا طبعا ابيثيليال سيلز، كل السيلز اللي بتعمل سكريشنز، سوري، معظم السيلز اللي بتعمل سكريشنز في جسمنا عباره عن ابيثيليال سيلز. عشان كده بندي لها وظيفه لوحدها او تقسيمه لوحدها بنسميها جلاندولار ابيثيلي. يبقى ده عندي هنا لو بوصف دي هوصفها جلاندولار ابيثيليا، لو بوصف دي هوصفها سيرفس ابيثيليوم، لكن الاثنين حاجه واحده. لكن لما قامت بوظيفه جديده اديناها اسم جديد، يبقى ده في السيرفس ابيثيليوم وفي الجلاندولار ابيثيليوم. احيانا الابيثيليوم لما اخذه يعني يستعبط ويقوم بوظيفه ثانيه من وظائف الاذر تيشوز، يقوم بوظيفه المصل اللي بنسميه ايه؟ مايو. مايو يعني مصل، مايو ابيثيليوم. انت ابيثيليوم؟ ايوه ابيثيليوم. ايه اللي عرفك انك انت ابيثيليوم؟ انا رست على البيزمنت ممبرين والخلايا بتاعتي مرصوص وعندي القدره على الريجنريشن وما فيش عندي بلاد سبلاي ولا عندي ليمفاتيك، وباخد النيتريشن من الاندرلاين كونكتيف تيشو، لكن عندي
اكتين وميوسين، فبقوم بوظيفة المصل. طب يا عمي يعني ده انت ايه بسيليا، معلش بس انا بقدر اقوم بوظيفة المصل في اماكن المصل ما تقدرش توصل لها وبنسميه مايو ابيثيليوم. نفس الفكرة في بعض السيلز اللي بتعمل ريسبشن، يعني بتستقبل الامبلسز. هذه السيلز موجودة في التست باد، موجودة في الهيرينج، مع الهيرينج يعني. السيلز دي اصلها ابيثيليوم، طبيعتها ابيثيليوم، بتنطبق عليها شروط الابيثيليوم، لكن بتقوم بوظيفة النيرفس، فبنسميها نيورو ابيثيلي. دي المين تايبز اوف ابيثيليا، اكتر من كده ما احناش محتاجين في الموديول ده. يبقى الجنرال كاركترز اوف ابيثيليا مش هقولهم مره ثانيه، ليه؟ لان احنا عارفين ان هي خلايا بتترص جنب بعضها، وبالتالي ما فيش انتر سيلولار سبيس، علشان كده بيبقى في سيل جانكشن عشان اعمل شيت من الابيثيليوم. هذه السيلز كلها ريست على البيزمنت تمبرين، لما ترست على البيزمنت تمبرين تتخلق عندي البولاريتي، وبما ان في بيزمنت تمبرين ما فيش بلاد قادر يوصل لها، يبقى ما فيش بلاد سبلاي ولا ليمف درينج. طبعا الهاي باور اوف ريجنريشن دي خاصيه مهمه جدا. يبقى احنا كده خلصنا الابيثيليوم والكلام عن الابيثيليوم. لما تيجوا نتكلم كلمتين عن الكونكتيف تيشو ونقارنه حتى بالابيثيليوم ببساطه شديده، ايه هي جنرال كاركترز اوف كونكتيف تيشو؟ صاحبنا ده جلد على عظم، ليه؟ لانه عنده كشيكسيا لسبب او لاخر، ممكن عيب في الابزوربشن، عيب في النيوتريشن، مالجنت ديزيز، ربنا معاه. لكن احنا وصفنا البلدي بنقول جلد على عظم، امال ايه اللي وقع مني بين الجلد وما بين العظم؟ هو الكونكتيف تيشو، هو اللي بيديني المنظر بتاعي. ده واحد عنده كونكتيف تيشو، شايف الفرق ما بين الاثنين؟ هو الفرق ما بين الاثنين هو الكونكتيف تيشو. عرفت بقى الكونكتيف تيشو موجود فين اساسا، لكن موجود في اماكن ثانيه. ده حتى لما حصلت الالسر وشلنا الابيثيليوم او الابيثيليوم مشي من على من هنا، ايه اللي ظهر تحت؟ هو ده الكونكتيف تيشو، وموجود في البلاد سبلاي بتاعه. انا احب دايما اوصف الكونكتيف تيشو بالصلاه، ليه؟ لان هو كوكتيل من السيلز والماتريكس. السيلز عندي انواع مش هتكلم عليها دلوقتي، لان عندنا محاضره لوحدها في الكونكتيف تيشو، لكن عندي سيلز وعندي ماتريكس. الماتريكس هي اللي انا مدوب فيها السيلز دي، بسميها ماتريكس. يبقى الماتريكس عباره عن حاجتين، فايبرز وجراوند سبستنس. الابيض اللي انا شايفه ده هو الجراوند سبستنس، الفايبرز انا مش شايف في الماتريكس دي فايبرز. الجراوند سبستنس دي ممكن تكون ليكويد، او اسمي الكونكتيف تيشو بتاعي بلاد. ممكن تكون جيلاتينيا زي اللي قدامي دي، او اسميه كونكتيف تيشو بروبر. ممكن تنشف مني على النار شويه فتبقى ربري، عامله زي الاستيكا، زي الكاستيكا، او اسميها كارتلج. واحيانا تنشف مني او تبقى فيري هارد، او اسميها ايه؟ اسميها بون. في فرايتيز ما بين نسبه السيلز لنسبه الفايبرز، ممكن تبقى الفايبرز اكتر، ممكن تبقى السيلز اكتر، ممكن تبقى الجراوند سبستنس اكتر، حسب نوع الكونكتيف تيشو وحسب الوظيفه اللي انا محتاجها من الكونكتيف تيشو ده. يعني الكونكتيف تيشو انواع، طبعا انواع كتيره جدا ولينا فيه اكتر من محاضره. يبقى ده ممكن نقول ان احنا عندنا الماتريكس بتاعتنا فلويد، الجراوند سبستنس بتاعتنا فلويد. ممكن نقول ان الجراوند سبستنس هنا قليله، تقريبا مفيش جراوند سبستنس. ده الكونكتيف تيشو اللي موجود تحت السكن، عباره عن مسل. شايف السيلز دي انواع مختلفه من السيلز، شايف الفايبرز دي انواع مختلفه من الفايبرز، شايف ده كله موجود في ايه؟ موجود في جراوند سبستنس اللي بنسميها الماتريكس. وما بين الابيثيليوم اللي هو ده السيلز اللي مرصوصه دي، وما بين الكونكتيف تيشو موجود الطبقه الرؤيه دي اللي سميناها قبل كده في الابيثيليوم، سميناها البيزمنت. انواع الكونكتيف تيشو لسه حاكيين، كونكتيف تيشو بروبر وسبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو اللي هو الكارتريج والبون. القرقشه دي بنسميها الكارتريج، واللي فوقيها وتحتها ده هو البون، لكن البطشه دي هي البلاد. الفانكشن بتاعت الكونكتيف تيشو عايزك تهتم بيه، ليه؟ لانها مهمه جدا. اول حاجه منتين الاناتوميكال، طبعا احنا شفنا صاحبنا لما وقع من عنده الكونكتيف تيشو بقى جلد على عظم، بيملى الفراغات ما بين الاورجنز، بيكونكت. ده هو اسمه كونكتيف اصلا، هو قلت لي كونكت المصل بالبون، كونكت البون بالبون، يبقى هو من ضمن المهام الرئيسيه بتاعته كونكشن. ليه ميتابوليك فانكشن؟ يعني ايه ميتابوليك فانكشن؟ انا لسه قايل لكم في الابيثيليوم، هو الابيثيليوم بياخد النيوتريشن بتاعته منين؟ من الاندرلاين كونكتيف تيشو. اشمعنى يعني؟ عشان الكونكتيف تيشو ده هو مصنع البلاد كابيلرز، ففي بلاد كابيلرز كتيره جدا، وبالتالي هو مصدر النيوتريشن. ده ايه؟ ده الكونكتيف تيشو، واللي تحتيه الاحمر ده هو ايه؟ هو الماسكولار تيشو. يبقى اذا الكونكتيف تيشو هنا الوظيفه بتاعته، ممكن يجي لنا في الاوسبي السؤال ده، خلي بالك. الوظيفه بتاعته هنا بيعمل كونكشن
ولا منتين الاناتوميكال استراكشر ولا بيمنع السبيس ما بين المصل. طبعا هو هنا هيقوم بالتلاتة فانكشن وربما بالميتابوليك فانكشن كمان والديفنسيف فانكشن هيقوم بيها هذا الكونكتيف تيشو اللي لسه مش شايفينه من شويه. يبقى اذا الكونكتيف تيشو ليه ديفنسيف فانكشن، يعني هو المكان اللي بيحصل فيه الهجوم والدفاع. يبقى لما يجي هجوم للبكتيريا عنده وتعدي من الابيثيليوم بتلاقي من تحت الابيثيليوم الكونكتيف تيشو، ادافع فين؟ ادافع في الكونكتيف تيشو برضو. يبقى بجهز الكونكتيف تيشو دايما باجهزه الدفاع بتاعتي، علشان كده بيعمل فورميشن الانتيبودي، بيعمل لوكال ريسبونس لو انا اتقرصت من الناموسه، وده هنشوفها في محاضره الكونكتيف تيشو، هنشوف الناموسه ازاي بتاثر علينا. اللي بيعمل بارير اجينست الاورجانيزم. طبعا الكونكتيف تيشو عنده قدره على الريبير، يعني ممكن يعوضني على اي كونكتيف تيشو ده، وده هنشوفها في سؤال في الام اس كيو في الاخر، وهتبقى يبقى سؤال ظريف جدا. اديشنال فانكشن يعني ممكن يقوم بوظائف كده ايه، يعني يشتغل لي كانسيوليتور، مصدر للطاقه، يعني حاجات تانية ممكن نستفاد منها من الكونكتيف تيشو. لكن تعالوا نروح للنيرفس تيشو. النيرفس تيشو هو مجموعه من السيلز، هذه المجموعة من السيلز بتنتظم في يا اما سنترال نيرفس سيستم يا اما بريفرال نيرفس سيستم، وده طبعا اناتوميكال كلاسيفيكيشن. او ممكن ناخد نفس المجموعة من السيلز دي ونقول شوية منها سنسوري وشوية منها موتور وشوية منها اوتونوميك. اوتونوميك يعني بتشتغل لوحدها، لا هي سنسوري ولا هي موتور. واحيانا نقسمها احنا بتوع الهيستولوجي الى نيرف سيلز و خلايا جنب النيرف سيلز زي السمغ كده، جلايال سيلز بدل الكونكتيف تيشو بتاع النيرفس تيشو. يبقى انا عندي نيرف سيل والكونكتيف تيشو بتاعها بنسميه جلايال سيلز. لكن ايا كانت النيرف سيل فيسيولوجي هيستولوجي او اناتومي بنسميها نيورون. يبقى النيرف سيل اسمها ايه؟ اسمها نيورون، دي حاجه خاصه بالنيرف سيل ما كانتش موجوده في الابيثيليوم ولا في الكونكتيف تيشو. يبقى اذا بنسميها نيورون. هذا النيورون بيتكون من حاجتين، الخليه نفسها بنسميها سوما او سيل بودي، وبعدين يطلع منها السيل بروسيسز. السيل بروسيسز دي نوعين، ركز معايا كده، ده سيل بروسيس طالع من الخليه، ده سيل بروسيس طالع من الخليه اهو، لكن دي برضو سيل بروسيسز طالعه من الخليه دي. يبقى ده هسميه اسم، واللي فوق دول هسميهم اسم تاني، ده اسميه اكسون ودول اسميهم دندرايت. يبقى انا اتكلمت عن النيورون. لكن النيرف اللي بره ده اللي انت هتشوفه الاناتومي ده بيتكون من نيرف فايبرز اللي هي عباره عن بروسيسز طالعه من النيرف سيل، ومعاه كونكتيف تيشو. ما احنا لسه قايلين الكونكتيف تيشو هو اللي بيربط الدنيا مع بعضها. طبعا الكونكتيف تيشو ليه اسامي، اللي حوالين الفايبر الواحد بسميه اندونيوريام، اللي حوالين المجموعه بسميه برينيوريام، اللي حوالين النيرف من بره الكونكتيف تيشو اللي حوالين النيرف من بره بسميه ايبينيوريام. طب نفس الكلام عايزين نحطه على الماسكولار تيشو، ايه بقى اللي في الماسكولار تيشو؟ عندي ثلاث انواع من الماسكولار تيشو، يا اما سترييتد ماسل وتبقى فولنتري واسميها سكيليتال، يا اما سترييتد وما هياش فولنتري اسميها كاردياك، يا اما سموث ماسل. دي اللي هي الكاردياك ماسل، دي السكيليتال ماسل، دي طبعا بتكلم عن سيلز، ودي ايه؟ ودي السموث ماسل. في المصل عموما ما بستخدمش مصطلحات الهيستولوجي العاديه او السيتولوجي العاديه، لكن بيبقى ليها مصطلحات خاصه بالمصل. يعني السيل ممبرين بسميه ساركوليما، السيتوبلازم بسميه ساركوبلازم، السموث اندوبلازم كريتيكال بسميها ساركوبلازم كريتيكال، حتى الميتوكوندريا بسميها ساركوسوم. طبعا دي المصل ودي الكونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو في المصل ثلاث انواع زيه زي النيرفس تيشو. النوع الاولاني بسميه اندوميزيوم، اللي حوالين كل خليه موجود حواليها كونكتيف تيشو. البريميزيوم اللي بيعمل لي مجموعات. الحاجه الثالثه الايبيميزيوم اللي حوالين المصل من بره. طب دي ايه دي؟ دي خليه ولا اكتر من خليه؟ لا دي خليه واحده بس حواليها البيزا اللامنه ولا بيزمنت تمبرين؟ لا بيزا اللامنه مش بيزمنت تمبرين، ما هياش واقفه عليها، دي بتلف حواليها. طب يبقى في هنا سيل بولاريتي ولا مفيش سيل بولاريتي؟ مفيش هنا سيل بولاريتي، لان هي مش قاعده على البيزمنت تمبرين، لا دي البيزا اللامنه لفه حواليها. ليه لفه حواليها؟ علشان يبقى في حواليها كونكتيف تيشو. ليه محتاج كونكتيف تيشو حوالين كل خليه عضليه؟ علشان اعمل بلاد سبلاي عالي جدا، وانا ما اعرفش اعمل بلاد سبلاي من غير كونكتيف تيشو نيفر. يبقى انا محتاج الكونكتيف تيشو علشان يعمل لي سبلمنتيشن كويس للبلاد سبلاي. المسل فايبر او المسل سيل فاريبل ان سايز وفاريبل ان لينث،
وسراوند البيبز اللامنة وريتش ان كونتراكتايل بروتين اللي جوه ده اللي هو الكونتراكتايل بروتين اللي احنا بناكله يعني اللي هو الاكتين والمايوسين وريتش ان نيرف اندنجز علشان يبقى الايه طبعا الحركة بتاعتي سهلة وسريعة والريسبونس بتاعي يكون سريع. تيجوا نلخص القصة والحكاية. ده الابيثيليوم اهو. طب الكونكتيف تيشو بالنسبة للكلام ده الخلايا مرصوصة جنب بعضها. لا ده مسافة كبيرة بينها وبين بعضها. اخبار الانترسيلولار سبيس كبير واسع. السيل جانكشن نيفر ان يحصل سيل جانكشن. بيزمنت هتيجي منين؟ البيزمنت تمبرين. ريتش ان بلاد فيزل يس ده هي مصدر البلاد كابيلر. ريتش ان نيوتريشن ده هي مصدر النيوتريشن يبقى السورس اوف نيوتريشن. ات هاز نيومرس نيرف اندنجز طبعا لان انا بحس برضو من خلال الكونكتيف تيشو. هاي باور اوف طبعا عندي هاي باور اوف ريجنريشن رهيبه. السيلز داز نوت هتيجي البولاريتي منين اذا كان ما فيش بيزمنت تمبرين اصلا. النيرفس تيشو الخلايا بتاعتها بتترص احيانا تترص واحيانا ما تترصش. الانترسيلولار سبيس بتبقى قليله جدا. السيل جانكشن موجود سيل جانكشن موجود الجاب جانكشن ما بين النيرف سيلز وبعضها. البيزمنت تمبرين في بيزمنت ما فيش بيزمنت تمبرين ولا بيزل لامين. هاز نو بلاد فيزلز نو لينفاتكس. امال بتاخد النيوتريشن منين؟ من السراوندنج كونكتيف تيشو. في نيرف ده هي النيرف اندنجز نفسها. الباور اوف ريجنريشن نو باور اوف ريجنريشن باللغه العربيه الفصحى. داز نوت اكزيبت بولاريتي. الماسكلر سيل السيل جانكشن في جاب جانكشن في بيزل لامينا لكن خلي بالك سراوند الخليه وبالتالي مفيش بولاريتي. في كونكتيف تيشو طبعا حوالين كل ماسل فايبر لان النيوتريشن بتاعتي. طب بالنسبه للريجنريشن هيختلف من الكاردياك ماسل للسكيليتال ماسل للسموث ماسل. السموث ماسل الريجنريشن فيها عالي جدا. الكاردياك ماسل نيفر. السكيليتال ماسل بتبقى limited power of regeneration. طبعا شفنا الحاله دي وعرفنا ان discontinuity في الابيثيليوم وبالتالي سميناها ايه؟ سميناها skin ulcer. اللي ظاهر تحت ده هو الكونكتيف تيشو. شفنا دي وعرفنا ان دي حاله كاشيكسيا غياب الكونكتيف تيشو. طب ليه الكونكتيف تيشو غاب؟ لانه يعتبر ريزيرف مخزون عندي للطاقه. لو انا اتزنقت قوي لاسباب خارجيه قويه قاهره وبعيد عن ارادتي يبقى اذا انا هلجأ الكونكتيف تيشو ده واقول له لو سمحت انا محتاج السيلز بتاعتك او الكونستيتوينتس بتاعت السيلز بتاعتك خاصه الفات سيل علشان امد بيها الفيتال اورجنز اللي هي الهارت والبرين والجي اي تي والحاجات دي كلها. طب تيجوا نحل كام سؤال ام سي كيو. رقم واحد اتنين تلاتة ونقف عند السؤال ده. الكاردياك ماسل هاز نو باور اوف ريجنريشن. صح انا قلت لكم لسه من شويه. لو حصل انفاركشن لو حصلت جلطه والخلايا بتاعتي ماتت هتبقى ريبليسد بايه؟ بابيثيليوم ولا بكونكتيف تيشو ولا ماسكولار تيشو ولا نيرفس تيشو؟ هستنى الاجابه بتاعت حضراتكم. اخر بقول لكم شكرا جزيلا ويا رب تكون المحاضره مفيده وان شاء الله نتقابل معهم في محاضره جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.